ماكينة الدراي آيس بلاستينج ماشين، ماكينة ضرب بالثلج الجاف. الثلج الجاف هو مادة رهيبة وممتازة وغريبة التصرف بالنسبة للمواد الأخرى. لو الثلج العادي حطيته هنا ونفثته راح يتحول من المادة الصلبة للمادة السائلة. بالدراي آيس اللي هو CO2 مجمد، تمام، هذا بتحول من المادة الصلبة للبخار مباشرة، وهذا شيء ممتاز جدا لأنه ما بوسخ لك المكان. أنت بدك تنظف مثلا ماكينة تضربها بالثلج الجاف، الثلج الجاف بتحول من حالة صلبة لحالة قول معي بخار مباشرة، فما بيسبب لك وسخ. الموضوع الآخر أنه دراي آيس درجة حرارته -79 degree، يعني -79 درجة الحرارة. هلأ شو الميزة بهذا؟ أنت لما تضرب بالثلج الجاف تضرب آيتم معي، يعني ضربنا شخصي بدنا نقشر، بدنا نقشر مثلا الدهان مالته، بالحالة هي أنا شو بسوي؟ أنا بضرب بثلاث قوة، ضربت الكاينتيك إنيرجي، ضربته بقوة، قوة احتكاك معها قوة ضرب، ضربته الثلج من -79 راح يتمدد ويعني ينفجر، هم يسموها بلاستينج، تمام، يعني يتحول لدرجة حرارة الغرفة. فهذا الانتقال الحراري السريع بيسوي يعني فرقعة، هاي بتنظف لك المواد، بالإضافة إلى انه الكربون المتراكم، الدهان اللي على الشخص المتراكم، الدهان هذا كلياته بيتنظف معاك بالثلج الجاف. طبعا هاي الماكينه سعتها تقريبا 8 كيلو ثلج جاف، تمام. طبعا هون بتحط الثلج الجاف، لازم يكون حبيبات 2 ملي، بتحط الثلج الجاف فيها، بتضرب في الغنز، هاي اللي احنا بنسميها الغنز حسب حاسبك انت، بيجي معاها غنات كثير، طبعا راح اوريكم بالكرتون بعد شوي، على حسب انت المنطقه اللي بترشها، في انه برش بشكل بسيط، الفلو تبعها ممكن يمشيك لمده 3 دقائق او 4 دقائق متواصله على اعلى ضغط فيها. لو شايفين اعلى ضغط فيها 150 بي اس اي، 150 بي اس اي لما تقسمها تقريبا على 15 بيطلع معك تقريبا بال10 بار، تقريبا 10 بار ضغط الماكينه. اللي بيسال عن ضغط الماكينه 10 بار. فهي الماكينه ممتازه جدا، بتنظف لك ما بتسبب ما يعني ما بتسبب لك توسيخ وبدك تقعد تنظف وراها، او مثلا زي الساند بلاست بتجرح الماكينه، او مثلا بترمي الوسخ بدك تقعد تلم وراها. فالها فوائد كثير. ماكينه الدراي ايس بلاستنج حلت مشاكل كثير في تنظيف الكربون، في تنظيف السطوح الشاصي مثلا من تراكم الاوساخ بسطح الماكينه، تراكم الكربون، الدهان اذا كان بدك تقشره، يعني لها استخدامات كثير. حتى المطاعم ممكن ياخذوها للفاتس اللي هي الدهون المتراكمه، ممكن انت تضربها بالماكينه هاي وتمشي لك مجرى لها. حتى يعني المعدات الطبيه بنظفوها في هذا في هاي الجهاز، لانه قلت لكم استخدامها سهل جدا، وكمان كفاءتها عاليه جدا، تنظيفها رهيب جدا، وما بتسبب توسيخ.